بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الحبيب، هذه رسالة خاصة لك، لعل الله يريد بك خيرا. الإنسان أحيانا يكون في ضائقة وتأتيه معلومة، تأتيه موعظة، تأتيه نصيحة قد تغير حاله من حال تعيس إلى حال أسعد الناس. والإنسان أخي الحبيب هو عبارة عن كتلة من المشاعر. حتى الأغنياء لديهم هموم تفوق الفقراء. إنسان غني جدا ولكنه فقد ابنه، دائما يشعر بالتعاسة لأنه كان يظن أن المال هو السعادة، فاكتشف أن هذا الأمر غير صحيح. إنسان غني ابتلي بمرض، يتألم بالليل ويعاني، وطبعا نحن لا نرى من هذا الغني إلا المظهر الخارجي، لا نرى معاناته، لا نرى آلامه، لا نرى همومه ومشاكله. لذلك الإنسان بالنتيجة هو عبارة عن كتلة من الأحاسيس والمشاعر. هذه الأحاسيس والمشاعر ليس لها علاقة بالظروف المحيطة بالإنسان. سأقول لك كيف أخي الحبيب. النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لنا في هذا النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فهذا النبي كان متفائلا جدا في كل المواقف التي مرت به. هل تصدق هذا؟ يوم غزوة الخندق أحاط به الكفار والمشركون واليهود من كل جانب، أقوى إنسان في هذا الموقف يجب أن ييأس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متفائلا. هل تعلمون ماذا كان يقول؟ ربما تعجبون. كان يقول: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله، إنسان محاصر بينه وبين الموت، الخندق فقط خطوات، ويتفاءل بهذا الشكل العظيم جدا، يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فعلا اليوم أيها الأحبة، اليوم سكان الأرض فيهم أكثر من 2 مليار مسلم يتوزعون على كل دول العالم، كل منطقة يبلغها الليل والنهار فيها مسلمون. حتى في ألاسكا وفي مناطق لم يكن أحد يتخيل، مناطق متجمدة لم يكن أحد يتخيل أن يصل الإسلام لها، ذات يوم وصلها الإنسان وفيها مساجد وفيها مسلمون. سبحان الله. عندما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام في غار ثور وكان المشركون على بعد خطوات منه فقط، يعني كان يفصله عن الموت فقط أن يراه أحدهم، تصور، كان متفائلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى هذه العبارة، والله لو معك كنوز الدنيا، كنوز الدنيا معك، وليس عندك إحساس أن الله معك، ستكون أتعس الناس. النبي في هذا الموضع الصعب يقول: إن الله معنا. فأحيانا أخي الحبيب تجد إنسان فقير معدم، عليه ديون، لديه مشاكل في بيته مع زوجته مع أبنائه، مشاكل حتى مع جيرانه، غارق في المشاكل. على الرغم من ذلك تجده راضيا بقضاء الله، محتسبا عند الله، يقول: يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا مشكلة، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الإحساس القوي بمعية الله هذا أقوى من كنوز الدنيا، هذا هو الذي يجلب لك السعادة أخي الحبيب، وليس المال، وليس، لأن الله هو الذي وضعك أصلا في هذه الضائقة لتدعوه، ليسمع نداءك، ليسمع دعواتك. انظر إلى سيدنا موسى، أليس هو كليم الله؟ أليس الله هو الذي قال: وكلم الله موسى تكليما؟ أليس هذا النبي الكريم اصطفاه الله وقال له: ولتصنع على عيني؟ ألم يعطه المعجزات؟ طيب يعني عندما حوصر هذا النبي الكريم من جنود فرعون من خلفه والبحر من أمامه، وكان في ضائقة لا يحسد عليها، كان هو ومجموعة من بني إسرائيل كانوا مستضعفين في الأرض، وقد أحاط بهم فرعون وجنوده بآلته العسكرية الفتاكة والبحر من أمامهم. ماذا قال في هذا الموقف؟ قال: كلا، كلا لليأس، كلا للحزن، كلا إن معي ربي سيهدين. أنا أريدك أخي الحبيب أن تعمق في داخلك هذا الإحساس، إحساس لا أستطيع أن أصفه لك. فقط الذي يشعر بهذا الإحساس هو الذي يعتقد أن الله معه، كلا إن معي ربي سيهدين، لن يتخلى عني. فالمشكلة التي أنت فيها الآن أخي الحبيب
ثق تماما أنها حدثت بإرادة الله، ولا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بأمر الله، ولا يتحرك شيء إلا بأمر الله. الذي ظلمك هو تحت سيطرة الله، وهو في أرض الله وتحت سماء الله سبحانه وتعالى، والله يراه أكثر منك، ويعلم من يمكر بك، ويعلم هذه المشكلة التي أنت وقعت فيها، أو هذه الضائقة التي تعاني منها، أو هذه المشكلة التي تعسر حلها. ما دام الله يعلم، لماذا لا يسرع الإجابة؟ تمهل قليلا أخي الحبيب، القضية ليست قضية إجابة، الله قادر، ولكن الله يريد أن يختبر قوة إيمانك وقوة صبرك وقوة حبك له، صدق محبتك له، يحبهم ويحبونه. أنت كيف تختبر صدق إنسان؟ قل لي، يعني تدعوه للغداء والعشاء وتغدق عليه المال، هذا اختبار؟ لا، أنت تخضعه لظروف صعبة، تقول له يا فلان والله أنا أمر الآن بأزمة وأحتاج مبلغا من المال، سيظهر على حقيقته في هذه اللحظة. تقول له أنا الآن هناك مشكلة في حياتي وأنت تستطيع أن تساعدني، هنا يظهر معدن هذا الإنسان. فلا بد أخي الحبيب أن تعرض هذا الإنسان لظروف صعبة حتى تكتشف صدق إخلاصه ومحبته لك. كذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يبتلينا ويختبرنا، وهو أعلم بنا، طبعا هو لا يحتاج لهذا الاختبار، ولكن هو ليقيم الحجة علينا. الله عز وجل يعلم ردود أفعالنا، ويعلم كل ما سنقوم به، ولكن هذا الابتلاء هو لتطهير النفس ولتتقرب من الله تعالى أكثر. فإذا ما دام الله، ركز معي على هذه النقطة رجاء، إذا كنت صاحب مشكلة ركز معي على هذه النقطة، مهما كانت مشكلتك قل في نفسك: إذا كان الله يراني ويرى مشكلتي، وهذه المشكلة لم تحدث خارج إرادة الله، ما هو الهدف؟ اسأل نفسك: ما هو المطلوب مني؟ لماذا لا يسرع الله حل هذه المشكلة ما دام قادرا على ذلك؟ إذن الآن أنت بحاجة أن تعود إلى الله وأن تقول: هناك حكمة من هذه المشكلة التي حدثت معي لتكشف لي حقيقة فلان، أو لتكشف لي حقيقة نفسي. ربما تكون أنت قد ابتليت بالطمع، ابتليت بالحسد، ابتليت بكره الناس، فالله عز وجل يريد أن يطهرك فيبتليك، بل يغرقك بالمشاكل، تغرق في بحر من المشاكل. فما دمت تتمسك بحبل الله عز وجل، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنت إذا أسلمت نفسك لله وتوكلت على الله وشعرت بقرب الله منك، والله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله عز وجل ما دام يسمعنا: إنني معكما أسمع وأرى، لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام، ما دام يسمعني، ما دام الكون بيده، ما دام اختار لي هذا البلاء، إذا لابد أن يكون هناك حكمة، ينبغي أن أصبر وألتجئ إلى الله وأتقرب من الله وأشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى. والله إذا طبقت هذه الأمور ستشعر بسعادة، كنوز الدنيا لا يمكن أن تقدم لك ذرة من هذه السعادة، الإحساس بوجود الله معك. لذلك الله عز وجل يقول لنا: وهو معكم أينما كنتم. حتى عندما أسير، عندما أتحرك في حل مشكلة، عندما أتحرك في سعي على الرزق، الله يقول لنا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنا عندما أسير لا أسير بقوتي ولا بوسائل المواصلات، لا، أنا أسير بقدرة الله تعالى الذي أعطاني القدرة على الحياة أولا، والذي سخر لي هذه الوسائل، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فما دام الله هو الذي يحركني، هو الذي يسيرني، هو الذي يسمعني، هو القريب مني، هو الذي يعلم ما بنفسي، ربكم أعلم بما في نفوسكم. طيب هذا الإله العظيم إذن لا يمكن
أن يعبث في الكون. لا يمكن أن يبتلي إنسانا عبثا. أليس الله هو الذي خاطبنا وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر، احذر أن تلجأ لمخلوق وتترك الخالق عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذا الإحساس أخي الحبيب بالقرب من الله هو الذي يمنحك طاقة التفاؤل التي كانت لدى الأنبياء جميعا. كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا هنا الرسالة التي أود أن أوصلها لك أن البلاء الذي أنت به أو المشكلة التي أنت بها مهما كان نوعها هي دليل أن الله يريد أن يختبر صدق صبرك وإيمانك، بل يريدك أن تتقرب منه. يعني أحيانا الكوارث تجمع الناس تقربهم من بعض، فالبلاء لا شك أنه يقربك من الله. يعني إنسان مريض، المريض كما نعلم لا يستطيع أن ينشغل لا بمال ولا بعمل ولا بمواعيد ولا موجود في مشفى أو في عناية مركزة أو موجود في بيته يعاني من مرض معين لا يستطيع أن يخرج أو يتحرك. إذن هذا الإنسان الله هيأ له فرصة للعودة إليه والتقرب منه. فأنا إذا نظرت للمرض، نظرت إلى هذا المرض على أنه فرصة للعودة والتقرب من الله، إذن أنا سأفرح أن الله أعطاني هذه الفرصة. يا أخي من الذي خلق المرض؟ الله. من الذي خلق الفيروس والبكتيريا وكل شيء؟ هو الله سبحانه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذا الإله العظيم الذي اختار لي هذا البلاء، كل بلاء صدقني أخي الحبيب، كل بلاء تبتلى به هو رسالة من الله عز وجل يدعوك لتتقرب منه، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فإذا أنت الآن في معية الله، قريب من الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب والله يطهرك من الذنوب، يرفع درجتك عنده بسبب صبرك، النتيجة ستكون الجنة، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أصحاب الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.